برحب بكم في الجزء الثاني من الدرس بتاعنا الكالر كوركشن. نتكلم في الدرس ده او في الجزء ده عن الجزء الخاص بالسكوبس. يعني بفضل ان احنا قبل ما نعمل الكالر كوركتنج نتكلم على الجزء الخاص بالسكوبس. ايه هي السكوبس؟ السكوبس اللي هي قدامكم دي عبارة عن اشكال بيانية بتوضح يا اما الوايت بلاك بالانس اللي هو توازن الالوان سواء ابيض واسود او مناطق فاتحه ومناطق غامقه، بتوضح توازن الالوان سواء ار وجي وبي وغيره. يهمنا اللوما ويف فورم، وكل واحد ده احنا يعني هنحاول ان احنا نتكلم عليه بشكل مفصل، والواي سي ويف فورم يعني الى حد ما شبيه باللوما، والار جي بي ويف فورم، وعندنا الواي ار جي بي ويف فورم. الواي ده عشان معاه الماستر، لكن دي ار جي بي بس من غير الماستر. وعندنا المهم قوي اللي هو الفيكتروسكوب. الفيكتروسكوب ده يعني ولو ان شكله بسيط لكن هو بيقول لك الصورة رايحة ناحية انهو درجة من اللون. بمعنى لو انت خدت بالك هتلاقي عندك هنا الريد، هنا ريد ويلو، هنا الماجنتا، هنا البلو واليلو، بعدين هنا السيان، وبعدين هنا الجرين، وهنا اليلو. يعني دي المناطق بتاعت الالوان. ولو انتوا خدتوا بالكم من الرموز دي بنسميها السيف سايد. بمعنى ان انا لو اللون عندي زاد بعد الرمز ده في المنطقة دي يقول لك لا كده انت طلعت بره السيف اريا بتاعت البوست برودكشن. لو احنا بصينا مثلا للفيكتروسكوب هنلاقي ان الفيديو بتاعنا بيتجه ناحية الاخضر والاصفر، يعني اليلو والجرين، اذا هو الناحية دي. يعني لو احنا رحنا للهيو والساتوريشن وزودنا الساتوريشن شوية اهو، بصوا هو بيروح ناحية مين؟ اهو رايح اكتر ناحية الجرين. طبعا ده الريزلت. السورس بتاعنا اهو، طبعا فرق شاسع بين الاتنين لمجرد بس انك انت عرفت الفيكتروسكوب مديلك اتجاه لون الصورة ناحية انهي منطقة. طيب تعالوا ان احنا نعمل ريسيت لكل الكلام ده. يعني انا عايز اعمل ريسيت لكله، تمام، ريسيت اول عشان نرجع زي الاول. تعالوا نمسك الصورة دي حتة حتة. اول حاجة الصورة دي فيها ما فيهاش بالانس او توازن بين اللون او الالوان الفاتحة والالوان الغامقة، اما هنا غامقة قوي وبعدين مرة واحدة فاتحة ما فيهاش تدريج. تاني حاجة لو خدت بالك عندك الالوان مش زاهية، يعني الابيض مش باين ابيض، الاخضر مش باين اخضر، تفاصيل حتى الوجه مش باينة بالدرجة الكافية. عندي ممكن يكون في ايه كمان، يعني حاسس انه في يعني بصوا في صبغة زرقاء على، يعني تحس كده ان دي مسبوغة ازرق ودي مسبوغة، يعني الدنيا مش مظبوطة قوي في الصورة. طبعا كل ده انا شايف من وجهة نظري، يعني انت لما بتشوف الفيديو في الكالر كوركشن انت الاول بتحلله وتشوف هو فيه ايه، عيوبه ايه، تمام، لكن مفيش حاجة انا اتك عليه اقول عيوب الفيديو ده كذا، لا، عينك هي اللي بتجيب الكلام ده كله. الاول ابص فيه مناطق فاتحة قوي ولا لا، مناطق غامقة قوي زيادة عن اللزوم ولا لا، هل في لون المفروض يبقى هو مثلا ابيض لكن واخد ابيض مثلا مصفر مزرق، دي بنسميها الستين او الصبغه، وهكذا من في ديتيلز المفروض انها تبقى ظاهره ومخفيه ولا لا، مفيش تباين بين الفاتح والغامق، يعني ده مش ظاهر من ده. يعني دي بعض العيوب اللي ممكن تبقى موجوده في فيديو. تعالوا نشوف اللوما. طبعا اللوما انا اتكلمت عنه من شويه، طبعا لما عملنا ريسيت رجعت الوايت بالانس عالي قوي، الواي سي نفس الموضوع، الار جي بي والواي ار جي بي. انا هتكلم على الواي ار جي بي وبالقياس على الباقي.
يعني مثلا انا مبدئيا عايز اقول لكم على حاجه، حاول دايما مع الكلر فينس اظبط المناطق الغامقه عن طريق الليفلز، اظبط المناطق الغامقه عن طريق الليفلز، والمناطق الفاتحه قوي عشان ما تبص منك في الليفلز اظبطها عن طريق الكيرفز. يعني دي انا جربتها مره واتنين فلقيتها مظبوطه معايا، لكن طبعا انت هتعرف ده وهتعرف ده، وبعد كده انت اظبطها بالطريقه اللي تعجبك. في برضو نقطه تانية، حاول ان يكون لو شفت انت عندك ادي الماستر الريد الجرين البلو، لو انت خدت بالك هتلاقي ان هم هنا كلهم عند صفر. على حسب ما قريت ان المفروض ان ما يبقاش قيمة الكراش بتاع البلاك، او ما تبقاش قيمة المنطقة الغامقة صفر، تبقى 7.5، تبقى 7.5 يعني بين الصفر وبين العشرين، تعلى سنة عن كده. تاني حاجة، الحتت الفاتحة او ما توصلش للمية، لا تبقى دايما تحت المية، يفضل انها تبقى في الجزء بتاع الخمسة، في الجزء بتاع التسعينات، يعني بين التمانين وبين، ما تعلاش للمية قوي الا اذا كان في داعي لكده. طيب اسلم حل ممكن ان انا اعملها بالليفلز، اشتغلها بالليفلز، ممكن كمان ان انا اعملها ممكن اعملها بالار والجي والبي، يعني يا اما تشتغل ليفلز يا اما تشتغل بالار والجي والبي. بالار والجي والبي يبقى اشتغل على الجاما، الجاما اللي هي السطوع الكلي، يا اما على البيتستل، البيتستل اللي هو الكراش بلاك زي اللي في الليفلز، يا اما على الجين خلاص، ودي نقدر نقول عليها قوة اللون. بداية لو انا جيت مثلا رفعت الجاما بتاعتي دي شوية، زي ما انت خدت بالك بص كده القاعدة ملاش دعوة، يعني لو انت عملت كده هو اللون بيترفع، بس اللي انا عايزه لسه ما حصلش، انا عايز ازق ده لفوق. هتزق ده لفوق يبقى عن طريق البيدستول، البيدستول لو انت عملتها كده زقت الدنيا لفوق سنة. تمام، خلي بالك من نقطة، شفت الار والجي والبي كام؟ 6. هنا الار والجي والبي 6، انا قلت تبقى 7.5، ماشي مفيش مشكلة. لو انا زقتها شوية كمان لا يعني 8 ماشي، لان هي مش هتيجي او مش هتدي كسر. طبعا هنا درجات الالوان 16 او 8، خلينا على 8 عشان نعرف نقراها يعني. طيب كده احنا خلصنا من ان احنا نزق البلاك بوينت، ان احنا نرفعها لفوق شوية. طيب تعالوا بقى نشوف الجاما، لو احنا خدنا بالنا هنلاقيها تقريبا انها مش محتاجة ظبط في الجاما خالص، لان تقريبا هم كلهم متساويين هنا. برضو عشان تبقوا عارفين ان انا لو لقيت ان مثلا في واحدة من دول نازلة لتحت شوية، عندك هنا الريد جاما ودي درجة الاحمر، اعتقد انها تساوي فعلا، عايزة تعلى الى حد ما، لان اللي شفته هنا الاخضر قوي لغاية هنا، في حين الاحمر ضعف حتى هنا برضو، يعني فعلا الاحمر هنا ضعيف، لان زي ما انتم شايفين في المنطقة دي مفيش، هنا في الالفا متأسف في الماستر موجود، جرين موجود، بلو موجود، اذا الريد عندي هو اللي ضعيف. يبقى انا لو مشيت مع الريد شوية لغاية ما اوصله لنقطة معقولة هنا كده مثلا، وانزل هنا البيتستول بتاعه طلعت شوية، فاسحب البيتستول بتاعته لتحت شوية الى حد ما، وخلي بالي من هنا مفيش هنا وسيلة خالص ان انت تشتغلها بالارقام. طبعا على فكرة الاسهم بتحرك الكليب مش بتحرك المؤشر، فلو سنة من 6 بتطلع ل 10 على طول مش
مشكلة شوية. مش هتنزل. ماشي، مش معضلة يعني، ممكن مش عارف بينط العشرة هو. ماشي، طب نخلينا في السيف سايد، نخلينا في الستة احسن. هنا عندي الجين، تمام، الجين اللي هو مدى قوة اللون الاحمر، يعني اعتقد كده اداني. شوف رجع شوية من الديتيلز. بص، لو رحت للسورس كان وش ده الراجل ده ضايع، يعني مش موجود اصلا، لا ده ولا ده. لو رحت للريزلت فرق شاسع بين الاتنين. طيب تعالوا بعد كده نعمل نشوف ايه اخبار اللون الاخضر. اللون الاخضر اعتقد انه هو يعني نقدر نقول ماشي مع الاحمر وماشي مع يمكن تكون الجين بتاعت الصورة عايزة تترفع شوية، او الجاما نفسها بتاعت الماستر. تمام، نشوف البلو، نشوف البلو. اعتقد ان البلو سنة بس يقوى هنا. فين البلو؟ ادي البلو. البيدستول متهيألي ان هي تمام مظبوطة. نروح للجين. تمام، ممكن نرفع الجين شوية، ممكن نرفع الجاما شوية بالشكل ده. طيب ده كده ازاي نقدر نظبط اللون عن طريق ال ار جي بي باستخدام الواي ار جي بي ويف 4. طيب لو احنا رجعنا للواي سي، هلاقي في الواي سي ويف فورم ان الهايت، تمام، انا عندي دي الى حد ما مظبوطه، يعني هي وصلت ممكن نقول انها 7.5، ما هي 8 و6 يعني متهيألي انها مظبوطه، لكن دي اللي تعباني شويه. طب دي هظبطها منين؟ روح اظبطها من الليفلز. تمام، من الليفلز قوم ساحب، تمام، اسحبها ل تحت. شوفوا هنا لون السماء لو سحبتها كمان لتحت شويه، بصوا مفيش حاجه من هنا اتأثرت. لو انا رحت للسورس ريزلت، تمام، طبعا كل ديتيلز ظهرت، ديتيلز الوجه ظهرت، ديتيلز اللبس برضو ظهرت. طبعا عايز بقى تبدا انت خلاص، اهم حاجه انك طالما ظبطت الهوايت والبلاك بالانس، الموضوع عندك بقى سهل جدا انك تشتغل بالكيرفز. خلاص، ما هو ادى اللي بيتم معالجته الاول في الكالر كوركشن هو افكت الليفلز، عشان تبقوا عارفين يعني في الكالر فينس مش بيبص على حاجه في الاول الا الليفلز، يظبط الليفلز وبعد كده يعمل لك ريندرنج لبقيه الحاجات. فيما معناه انك لو ظبطت البالانس بين الوايت والبلاك والميد تونز، خلاص الدنيا معاك تقدر تقول 70% اتظبطت. بعد كده الشغل كله عند الكيرفز، وهقول لك ازاي تشتغل بالكيرفز عن طريق اللوما رينجز عشان تعرف حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ هروح لكيرفز. طبعا الكيرفز اهي، جميل. انا عايز من هنا اقدر ان انا اظبط، تمام، الدنيا بتاعتي اكتر من كده بحيث تبقى الديتيلز كلها بينة. بس مش على السورس، خلاص السورس انا ظبط. يا خبر ابيض، ده يعني كان في صبغه زرقاء وخضراء وحاجات غريبه. طبعا في الريزلت اعتقد الوضع اختلف تماما. لو احنا رحنا بقى الكيرفز، خلونا على الريزلت، سيبونا من السورس. لو رحت السورس يبقى هتلغي كل ده، خليك على الريزلت. روح بعد كده عندك التشوز كلر سامبل. بمعنى هنا في تشوز كلر سامبل، وعندك هنا برضو نفس الموضوع. بس ايه بقى التلاتة دول؟ عارف التلاتة دول يغنوك انك انت تفضل تظبط في الكلام ده كله. ليه؟ من هنا تقدر تختار البلاك بوينتس اللي هي النقط اللي فيها شادو. من هنا اقدر اختار الجراي بوينتس اللي هي الميد تونز. من هنا اقدر اختار الهوايت بوينتس اللي هي النقط البيضاء. حلو، تعالوا كده واحدة واحدة. اولا
البلاك بوينتس، هل انت محتاج تظبط الشادوز؟ ما انتش محتاج لان هي اصلا لوحدها مظبوطه. طيب الجراي بوينتس، الجراي بوينتس اللي هي قلنا اللي هي الميد تونز، الميد تونز عندنا هنا احنا ممكن نتلخبط فيها، الله اعلم هتبقى لون الجلد ولا لون القميص ولا الالوان اللي بره، طبعا ماليش دعوه بدي، انا بتكلم على الالوان دي. الهوايت بوينتس دي برضو امرها محسوم، يا اما الشيرت او الفانيلا دي يا اما اللون بتاع السماء. طيب ازاي اقدر ان انا احسم الموضوع ده، اعرف فين الميد تونز، فين الهايلايتس، فين الشادوز؟ ده بيتم عن طريق اللوما رينج. اجيبها منين؟ هتقول لي من هنا، هقول لك لا، من هنا بتظبط الماستر لوما رينج. انا مش عايز دي، اللي انا عايزه لوما رينجز دي. لو انا ضغطت كده هيقول لي اه تعالى بقى عندك ادي الشادو. طبعا الشادوز هنا اعتقد ان اقل تغيير فيها هيأثر على السين ككل، ان اغلب السين اساسا هي شادوز زي ما انتوا شايفين. عندك الميد تونز موجوده فين؟ الميد تونز اللي هي المناطق الرصاصي، اللي هي مثلا زي الحته دي، زي اللون بتاع التيشيرت ده، خلي بالك لون التيشيرت شائك الى حد ما لان فيه سواد. عندك لون السما ده هو المفروض يبقى ابيض، هو لون الشيرت اللي هو لابسه. ولو خدنا بالنا لون الشيرت فاتح شويه عن اللون بتاع دراعه. لو رجعنا للريزلت تمام ورجعنا للومه رينج، اعتقد الدنيا باينه قوي. يعني هنا ده المفترض تبقى انها بيضه. طيب تعالوا ان احنا نضغط كنترول شيفت ونضغط على ال البيك سامبلز، اعتقد انها متهيألي الت، اعتقد ان هي الت وشيفت. طيب كنترول زد تمام وهضغط الت شيفت تمام. وبصوا كده شفتوا علامة البلس دي تمام، علامة البلس دي المفروض ان انا بلقط بيها السامبل بتاع الفيديو الحالي يعني دلوقتي. بصوا كده لو انا رحت للميد تونز، الميد تونز عندي المفروض انا عايز يعني ايه، المفترض ان هي دي او اللون ده. لو انا خدت مثلا ده كده، بصوا كده هنا 125 114 114 و100. بصوا كده في اللي يهمني قوي الجرين والبلو. هنا طبعا مفيش شيفت عالي بينهم قوي، يعني مفيش يعني ايه تقدروا تقولوا عليها، ده مش شاذ عن ده، يعني مش بعيد عنه في الرينج، ما هواش بعيد عنه. اذا انا كده عرفت ده السامبل، ده السورس كلر وده الريزلت كلر، طبعا الاثنين قريبين من بعض، اذا انا الماتشنج عندي ما هواش عالي قوي. طيب تعالوا نرجع للريزلت ونروح للمفروض الهوايت بوينت، اضغط كده، انا متوقع ان دي يكون لونها ابيض. جميل، هضغط هنا اختار الهوايت بوينت. شفتوا اللي حصل؟ طبعا الدنيا باظت. اذا دي ما تنفعش انها تكون هوايت بوينت، يبقى اخد لون السما تمام بالشكل ده كده، اجي على الجراي او الميد تون واخد مثلا، اعتقد برضو مش محتاجة هي ظابطة في الميد تون ولا محتاجة يعني ممكن. طيب قبل ما نشوف الميد تون تعالوا نشوف الميد تون كانت فين. ممكن ناخد اي حاجة من الرصاصي دي تمام، ناخد بيرجعها للقديم. طيب اسف معلش، هروح للسورس عشان اخد الميد تون من السورس، هروح للوما رينجز كده مظبوط، هروح للسورس واخد الميد تون من السورس بالشكل
بالشكل ده كده عشان الدنيا تظبط معايا. وفعلا يعني الدنيا مش قوي يعني، كانت هي هنا تقريبا 124 يعني طلعت ل 139 130 يعني، اصلا كانت مظبوطه بس عايزه شويه ظبطه شويه. ده بالنسبه للظبط عن طريق الكيرف. طبعا على فكره كان من اول مره ممكن تيجي للكيرف وتشتغل بالثلاثه دول، لكن اعتقد انك كده بقيت ملم اكتر ازاي او امتى هشتغل بالليفلز، امتى هشتغل بالكيرفز، امتى هشتغل بالار جي بي، امتى ان انا ابص للواي سي ويف فورم، هنا الواي ار جي بي ده هيفيدني في ايه. وخلي بالك من حاجه هقولها للمره الالف، ده ملوش علاقه بالاتنين دول، دوت ملوش علاقه يمكن دي هنا عليت مره تانية. لو انا سحبت الليفلز رجعتها لتحت شويه تبقى الدنيا مظبوطه معايا اكتر من الاول. ده لايتنس وداركنس او برايتنس وداركنس هو واللومه، لكن الار جي بي شغله كله على الالوان. فيكتور سكوب ده بيقول لك الصوره رايحه ناحيه، يعني هنا اهي خلاص الدنيا ظبطت معاك، بص بقى ارجع راح ناحيه فين، ريد ويلو، ريد ويلو يعني احمر واصفر. يعني لو انا رحت للار جي بي او ريحنا دماغنا ورحنا للهيو ساتوريشن وعلينا الساتوريشن شويه بالشكل ده كده بحيث تبقى الصوره فيها ساتوريت، اعتقد لو انا عملت لكم سبليت بين ده والسورس نتيجه فظيعه. يعني لو انا قلت قلت ادي سورس سبليت، بصوا كده واضح قوي 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 الفرق بين الاثنين. يعني طبعا بقى لو احنا هنقعد نعمل الكلام ده بالليفلز والكيرفز هو هنوصل، بس شوف هتاخد مجهود قد ايه. ما عندكش الكلام ده، ما عندكش السكوبس دي، ما انتش عارف انا المفروض الايمج بتاعتي تتجه ناحيه انهي لون. طبعا انا ممكن بعد ده كله اقوم عامل اوكي، وبصوا بقى عشان تعرفوا فرق الاتنين من بعض. انا عايز اروح اقف في حته بعيده شويه، الاخ ده محسسني انه زهقان من الدنيا كلها يعني. تمام، طب يعني طب اي حاجه يعني ده وشه اليف شويه. لو انا شلت ده طبعا فرق رهيب بين الاثنين. ممكن ان انا خلاص بقى كده الدنيا ظبطت عندي تمام، ان انا ممكن اروح في السمبليفايد وممكن ان انا اسحب الماستر كلر كوركشن حاجه بسيطه كده ناحيه يعني علشان ادي حته من الجو اللي بره ده على جوه ما يبقاش مقفول. تمام، ممكن اسحبها ناحيه الاخضر، اسف الاصفر المخدر، او ان انا اسحبها ناحيه يعني اللون ده بالشكل ده كده يعني. طبعا كل الكلام ده انت حر بقى، خلاص المين تارجت بتاعك او الحاجه الاساسيه بتاعتك اتظبطت، فما انتش محتاج انك انت تعمل حاجه بعد كده. طبعا انا شرحت دي اللقطه دي بصراحه كان فيها كل حاجه، كان فيها مفيش توازن خالص بين اللونين، كانت مظلمه جدا، ديتيلز رايحه تماما من الشخصين اللي موجودين دول، يعني تقريبا كان فيها كل عيوب الكالر كوركشن اللي كان ممكن تتخيلها. طبعا ممكن زي ما انا قلت لك خلاص انت ظبطت في الفول انترفيس، ممكن بقى عايز اديها لوك معين، عايز اديها سيم معينه، ممكن اروح. طبعا انا قلت ان المسيطره على السين دي هي منطقه الشادوز، فانا ممكن لو انا خدت الشادوز ناحيه برضو اللون
الورمي او الدافي شوية ده، تمام. يعني ممكن ان انا اشوف ديتيلز هنا برضو كانت مخفية عني. ممكن في الميد تونز برضو لو انا خدتها ناحية اللون برضو الدافي شوية ده، ممكن برضو الهايلايتس اخدها، يعني كلها تقريبا رايحة في اتجاه واحد ما عدا الماستر ارجع بيها لورا يعني شوية كده. طبعا شوفوا بقى الديتي اصلا، شوفوا معلش اسف في اللفظ، عرق الخشب ده اساسا لو انا عملت كده مش باين، مفيش، لكن كده الديتيلز كلها ظهرت. فاعتقد انها كده احسن بكتير قوي 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 من لا. طبعا النغمشه اللي فيها دي، لان الصوره ما هيش اتش دي، يعني هي 1720 لكن مش الكواليتي بتاعها عالي قوي. في بعد كده شوية حاجات صغيرة هتكلم عليها في الكالر فينس قبل ما تنقل على السكندري. طبعا كل ده كان برايمري كالر كوركشن اللي هو كان تصحيح الصورة بوجه عام، لكن السكندري ان هو تبقى الصورة مثلا شكلها كويس، لكن في حاجة، بمعنى مثلا يكون في هنا حاجة لونها قوي قوي، فلو انت جيت تبص للصورة عينك هتروح هنا، مش هتروح على مش هتعمل فوكس على الاتنين دول. انا مش عايز نظر المشاهد يتشتت بعيد عن اللي انا عايزه او اللي انا محتاجه. ده ان شاء الله هتكلم عليه في الجزء الثالث من التمرين بتاعنا. اتمنى انه لغاية كده تكون الدنيا واضحة وبدأت نظرية color correction تبقى واضحة للناس كلها، لان الجزء اللي جاي معتمد فهمه على جزء البرايمري color correction. اشوفكم ان شاء الله في الجزء الثالث.